تقدير النواعم. النواعم اسم جاي نواعم، يعني هتاكلي حاجه ناعمه في بقك تدوب في البق. عباره عن ايه؟ عندي اول حاجه بسم الله كوبايه ونص من السمنه الهانم، بعد كده اهوت عندي كوبايه من السكر البودره، وبعد كده عندي 2 عدد بيض فانيليا، كوبايه من جوز الهند الناعم، عندي كوبايه من الدقيق، كوبايه من صميت البسبوسه الناعم، وعندي ربع معلقه صغيره من البيكنج باودر، وعندي شربات تقيل. الحشو بقى من جوه سوداني وجوز هند وزبيب وقرفه. تمام؟ دي بالنسبه للمقادير بتاعتنا اللي خاصه بالنواعم. خلينا ناخد فاصل، بعد الفاصل ان شاء الله نبدا نركب المقادير. اول حاجه هعملها بس هحط كوبايه ونص من السمنه، هحط معاهم السكر البودره، ونبدا ان احنا نخفقهم كويس جدا بمضرب. النواعم بقى عباره عن ايه بقى؟ اتفقنا ان هي كوبايه ونص من السمنه جبناها وحطيناها هنا في البوله، وحطينا معاها كوبايه من السكر البودره، بعد كده بقوم حاطط عندي 2 عدد بيض. كيك النهارده عالمي. نقوم حاطين عندنا شوية فانيليا صغيرين. تمام؟ وأشغل. بتبقى عندك بالشكل اللي حضرتك كده شايفاه. يا اما حد يجي ناحيتك اسوخ ده بيتلكك تحس والله اني ضربته. بس شغل كده نشوف. شكرا يا عم. نقوم جايبين عندنا بوله حاطين فيها ايه بقى؟ حاطين فيها كوبايه من الدقيق، حاطين فيها كوبايه من جوز الهند الناعم، حاطين فيها كوبايه من الصميت البسبوسه، طرف معلقه صغير من البيكنج باودر. يفتح لي العجينه والمسام بتاع العجينه نفسها. واقلب. ولازم نحط سنه ملح زي ما اتفقنا في اي حلويات بنعملها. طرف معلقه بسيطه جدا من الملح. اجيب عندي المقادير دي كلها ونقوم حاطينها هنا. نقوم شغالين عليها على البيض والسكر والسمنة. حلو قوي كده ما شاء الله، هذا هو المطلوب إثباته. نفس البولة دي يا باشا بقى نقوم حاطين عليها شوية الايه المكسرات اللي احنا نحطهم حشو جواها. سوداني مجروش، شوية جوز هندي دوفر، وشوية زبيب صغيرين، وبعد كده اهوت نقوم حاطين عندنا سنة قرفة بسيطة جدا، واللي عايز يحط ماء وردة أو ماء زهر يشتغل عليها. وأقلب الخلطة دي كلها مع بعضها بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه. دي الحشو اللي أنا أعملها للنواعم. جيب عندنا إيه جرافز كده حلو، وبعد كده نقوم جايبين نص الكميه ديت حاطينها فين؟ حاطينها في البوله تحت، والنص التاني من فوق كيسين تلاجه يا استاذ بحر. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي نص الكميه. بص الجمال والشياكه. حاطينها هنا. مفتوحين بقى يا باشا. حلو الكلام. وبعد كده نقوم جايبين عندنا المكسرات الحلوه دي، نقوم واخدينها وفردينها على الصينيه، واضغط عليها كده المكسرات ديت عشان ايه يعني تمسك، ولما اجي اطلعها واقطعها ايه ما تفرطش من الصينيه كده، تبقى كل واحده ماسكه في القطعه بتاعتها. ايوه كده ماشي. بعد كده بنقوم جايبين عندنا كيسين اتنين ونعمل نفس الموضوع. يفضل انت تحطيها في التلاجة تشد شوية
لا يكون افضل يعني. لو مش هينفع خلاص مفيش مشكله، نستفاد بقى بكل حته صغيره من العجينه. فين الاسباتيوله بتاعتنا هي؟ مش عايز اسيب يعني سنتي، لان كل حته هتفرق معايا. نجيب عندي المردنه، بسم الله الرحمن الرحيم. من كده وشمال نعرف منين بقى مظبوطه ولا لا. نجيب الصينيه كده نحطها هنا، لقيناها مظبوطه على قد العجينه يبقى تمام. اقوم شايل دي وامسك الكيس كده بالشكل ده، احطه هنا كده والكيس كده اهو، وتقومي نازله على طول بالشكل اللي حضرتك كده شايفاه، ونلم كل حاجه. زي ما قلت لك في الحلويات سهله والله، اسهل من قلي البطاطس، مش بنبالغ، ولكن بس هي شويه المقادير بس انت تظبطيهم مع بعض، ما تبقاش حاجه زياده، الدقيق ما يبقاش زياده، الحاجات ما الملح السكر ما يبقاش زياده، البيض يبقى مظبوط، الخفق يبقى مظبوط، المقادير تعمليها بالظبط، صدقيني والله هتلاقي كل حاجه في منتهى السهوله. ننعم بقى ديت، بصي نحط الكيس وننعم كده بالظبط زي ما حضراتكم كده شايفينه، وبعد كده نقوم شايلين عندنا بالشكل اللي كده. بنقوم واخدين عندنا دي من نص من ظهر السكينه، نقوم فاتحينها كده، وبعد كده نقوم جايين من ديت كده يا عم حمدي، نقوم ايه واخدينها كده. بعد كده بتقوم جايب ديت بص ظهر السكينه كده، وتمشي الصينيه معاك كده نص دايره، دي كده ودي كده، دي كده اهو اهو زي ما حضرتك كده شايفه، الموضوع سهل اهو عشان تطلع عندك بالشكل اللي حضرتك كده شايفاه. ما اعرفش باينه ولا لا، اهي تمام. بعد كده بتقوم عامله كده مثلثات، ونقوم مدخلينها على درجه حراره كام؟ 170. هتظبط معانا الدنيا، وبعد ما تطلع هوريها لك هتبقى عامله ازاي. اهي يا حمد تمام، لا مفيش اي حاجه فيها، الموضوع سهل جدا وبسيط.